منذ الصباح الباكر توجه المنتسبين في وزارة الداخلية والدفاع في محافظة البصرة للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث شكا بعض المنتسبين من وجود مشاكل أثناء التصويت. إن شاء الله إن شاء الله كلنا نازمة المشاركة بالانتخابات ومستمر إن شاء الله. وبس احنا اكو مشكلة، يعني هسه احنا ما بدنا ننتخب. أول ما جينا أنا مكتوبة هسه بطاقتي هنا أشوفها مدرسة الهدى بالقبلة. حتى بالقوام نزلت، رحت لمدرسة القبلة الهدى قالوا والله مو يمنا. منين استلمت البطاقة؟ رحت لمدرسة ثانية استلمت البطاقة قالوا مو يمنا بال 4000. رحت لل 4000 دقوا حسبه قالوا ببريها. اجينا هسه لبريها وانت تشوف هالازدحام وصار تقريبا ساعة ونص واقفين. ومع الزخم الحاصل في مراكز الاقتراع الخاص، إلا أن ذلك لم يمنع المنتسبين في وزارة الداخلية والدفاع لانتخاب من يمثلهم في الدورة النيابية المقبلة. والله لحد الآن ازدحام، بعدنا ما داخلين، بس احنا جايين لأجل التغيير الصراحة، يعني نغير هذا الواقع، الخدمات، الأمور، يعني ما شفنا شيء بذيك الحكومات كلها، بلكي عسى ولعل كل الحكومة إن شاء الله وجوه جديدة وعلى فتوة المرجع إن شاء الله، المجرب لا يجرب، واسماء جديدة إن شاء الله. مفوضية انتخابات البصرة تحدثت عن عدد مراكز الانتخابات والمحطات الخاصة بالاقتراع الخاص والتي انتشرت في عموم مناطق المحافظة. لدينا 28 مركز اقتراع للتصويت الخاص، 28 مركز اقتراع بالتصويت الخاص، فيها 117 محطة اقتراع لتصويت القوات الأمنية، محطتين للتصويت المشروط للسجون، وكذلك هناك 10 محطات ضمن 10 مراكز اقتراع لتصويت النازحين. من أجل تغيير الوجوه الفاسدة يشارك المنتسبين في وزارة الداخلية والدفاع في الانتخابات النيابية المقبلة. محمد الجابري، قناة التغيير، البصرة.